ميرسي قوي يا شريف، حتى احلى ما كنت بتخيل، دايما بتفاجئني. ولو مفيش حد بيفاجئني اكتر منك بصراحه. قصدك ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. عيب نفتح حاجة مش بتاعتنا. ايه ده، هي دي مش ليا؟ لا يا خفيف، مش ليك، دي حاجة ماما بعتها لي من الأردن. ولا هدية لحد تاني مش عايزة تقولي لي؟ حد تاني زي مين؟ بزنس مان ديسنت، حلو قوي، عرفتيه في أوبروس، وأول حرفة من اسمه عمر هدية. طب ما انتي عارفة. وده هجيب له هدية ليه؟ عشان كلامه اللطيف قوي عنك في الحفلة، حب يجاملني بزيادة عشان موضوع اللوحة وكده. لا بس كلامه عنك معايا، كانش واحد بيجامل واحدة وبس. قالك ايه بالظبط؟ قال انه حبك. وانا مالي؟ لا مش بس كده، ده قال لي انك اكتر بنت هو حبها في حياته. انا ماليش دعوه بمشاعره ناحيتي، دي حاجه تخصه. طب وانتي مش حاسه بحاجه ناحيته؟ اكيد لا. وابرز بزنس مان تعرفت عليه، قضينا شويه وقت مع بعض، وبعدين كل واحد راح في حاله عادي يعني. وبعدين تعال هنا تستجوبني بصفتك ايه؟ بما اني مهندس ديكور، ف شغلتي بتخليني اعرف تفاصيل حياه العميل اللي بعمله شغل، ومنها اقدر اعمله ديكور يناسب شخصيته. تفاصيل حياته. عجبتك الالوان وشكل الاوض للاطفال؟ صراحة قوي. أنا مش عايزاك تغير أي حاجة، وبعدين حتى لو هتغير مش عايزاك ترجعي، أنا واثقة أوي في ذوقك. وبعدين مش كفاية إنك متطوع بأجرك في اللي بتعمله ده للدار؟ بأجري؟ على سن مبيض محارة. ليه وأنت مش كده؟ كده إيه يا بنتي، ده أنا فاضل لي تكة وأبقى عالمي. هو أنا عشان متواضع وقاعد معاكي؟ أنا عارفة، عارفة إنك عالمي أصلاً. بقى. احب اعرفكم بنفسي، انا حسين مدكور، مدير سلسله مطاعم بالصحه والهنا، وسعيد جدا ان احنا اخترناكم اخر مجموعه من بين 500 تيار. مبروك يا اولاد، مبروك. حد فيكم يسالني احنا ليه اخترناكم انتوا بالذات؟ لا هقول انا، اخترناكم لانكم مش مجرد طيارين، انتوا ممكن بكره كل واحد فيكم يبقى مدير فرع. على فكره مفيش حد عندنا بيتعين ويفضل في مكانه، بنوزعكم على جميع الاقسام، نشوف خبراتكم مواهبكم، احنا بالظبط زي نظام الاوتيلات، والناس اللي هتتصعد منكم هنسفرها بره تاخد كورسات. هيسافروا فين يا ريس؟ وقتها هتعرف. خلي بالكم انتوا الباترين بتاعتنا، يعني الزبون ما بيشوفش المطبخ، بيشوفك انت، بيشوف هيئتك، نظرتك ليك، شكلك، شعرك، تحلقه. اهم حاجه الاوردر يوصل في ميعاده مظبوط. اعلنوا انتباهكم بقى، اديكم خلفيه عن سلسله مطاعم بالصحه والهنا. دي سلسله موجوده جوه القاهره في 20 فرع، وبامر الله السنه دي اخر السنه دي هكون موجوده في كل محافظات مصر. وهنوزعكم على الفروع على حسب كل واحد ساكن فيه. يعني اقول لكم على حاجه كمان،
هنعمل لكم تأمينات صحية. على فكرة أنا مش بعيد عنكم، أنا زيكم بالظبط، كنت من كام سنة طيار زيكم، وكان عندي حلم وربنا كرمني وحققته وبقيت مدير. إحنا بقى هنسهل عليكم المهمة دي كلها. الافتتاح هيكون يوم 15 في الشهر، ومن أول الأسبوع هنبتدي الكورسات، وكل واحد فيكم هيسيب الموتوسيكل بتاعه عشان الصيانة طبعاً، وهتستلموه يوم الافتتاح إن شاء الله مع اليونيفورم وصندوق الدليفري. يا ريس ما أنا المرة اللي فاتت شفتوا الموتوسيكل بتاعي ولقيتوه جديد نوف، أنا يا ريس بعد إذنك مش هقدر أبعد عن منه. مين يا ابني؟ المكنة بتاعتي. آه ده حالي ومحتالي، أنا هنام جنبها هنا. بقول يا ريس المكنة بتاعتي جديدة ولسه بدفع قسطها. طب اسمي كريم ايه؟ محمود يا ريس. اعينوني بقى انتباهكم بعد اذنكم، عايزين ننصح الاخ محمود ان انا عايز اخد المكنه بتاعته يتفضل ياخدها، احنا ما عندناش اي وقت للتاخير. لا 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 يا ريس انت صدقت ولا ايه؟ انا مش هنام جنبها. طيب يوم السبت هنبتدي الكورسات وهناخد المقاسات بتاعه اليونيفورم وبسرعه جدا، واهم حاجه يا اولاد قصدي يا رجاله اهم حاجه الميعاد المظبوط، تحضروا في الميعاد المظبوط. تمام؟ تمام يا ريس. تمام؟ تمام يا ريس. نغني غنوة مصر بتاعت الأفراح، وحياة قلبي وأسراح. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا. انبسطتي في حفله دار الايتام يا الهام؟ اه طبعا انبسطت جدا، كفايه انها في بيتك وعلى شرفك. كويس انك فاكره انها على شرفي. اكيد. دي الاوراق اللي عايزه اخلصها لك؟ ايوه يا صافي، مش ناقص بس غير على انت صغيره من مصلحه الجمارك. انا مش عارفه اودي جمالك فين. تشربي يا المدام مستعجلة مش هتلحق تشرب حاجة. شكرا. عادي. عملت شغل حلو في الحفلة؟ شغل ايه يا صاحبي؟ بتقصدي ايه؟ بصي يا إلهام، أنا كنت عاملة خاطر علشان احنا كنا زملاء في مدرسة واحدة. وسبتك تستغلي بيتي ومعارفي لشغلك، واسطة من هنا واسطة من هنا، تشبكي دبده تاخدي عمولة، كل ده ما يهمنيش. برافو عليك، وياريت تكوني عملتي شغل كويس في الحفلة الأخيرة علشان ده هيكون مكافأة نهاية خدمتك عندي. بعد كده بيتي مش عايزاكي تدخلي، مش هتقابلي معارفي وصحابي، مش هتكوني واحدة من الشلة بتاعتنا. انت بتقولي ايه؟ انت تسكتي على ما اخلص كلامي، بعد كده تمشي من سكات الكومباوند، ما تدخليهوش خالص. انا اديت اوامري للسيكوريتي لو شافوكي يرموكي في الشارع، ولو كنت انا في مكان او امكانيه ان اكون فيه انت تختفي خالص، لان لو لمحتك يا الهام سيرتك المش نظيفه هقولها على الملأ. شريف ابني ما تقابليهوش ولا تكلميه، لو عرفت انك كلمتيه
انا مش عارفه هعمل فيك ايه، او اعتقد انت تقدري تقدري انا هعمل فيك ايه. انت فاهمه الموضوع غلط. قلت لك ما تتكلميش. انا خلصت كلامي، امشي يلا يلا. الهام، صافي زهير ما تهددش الا مره واحده، هي دي فاهمه؟ يلا.